رجعوا معايا تشوفوا شنو وصلنا هاد الصباح هذا. والله في قدامي في وقت معايا وصلنا بالدار كامل باقي ناعسين بعيد باقي ناعسين. المهم صباح الخير عليكم اجمعنا. تي نهوض شويه في الدرج. استنى وغنشوفوا شنو انا وصلنا دابا. نشوف شكون شنو غادي في يدي. بلاتي خليك في شنو كتوقع يكون هنا؟ وبينا لا شفت كلشي غيكون عارفين. ايوا بزاف غيكونوا عارفين وبزاف ما يكونوش عارفين. نقدروا 50% يكونوا عارفين 50% ما يكونوش عارفين. المهم هذا غنطلعو دابا هم اللي غيفيقهم النعاس الوالدين والعيال غتشوفوه معنا وغتشوفو الفرحة ديالنا كامل وغنفتحو معاكم شنو هذا. صباح الخير نضل الفطور واجد. وبا دابا شنو هذا؟ دابا با كتصورنا وحنا ناعسين. عبرت عليكم فوقاش عيطت لكم ماما قبالي عيطت لكم قالت لكم نوضوا وانتم زعما تفلاو علينا وهذه راه 12. واخا حنا عائشه يا راه كوزي حبيبي تغسل وجهك دخل للدوش غسل وجهك يلا نوضا بنتي مروه. انا دابا ما تصورنيش وتحرك دغيا ولا نجي نحيد عليك ديك الملطه ونصورك. ها؟ تي خصك بس تبين لي العماش. شنو مبين لك؟ بابا صافي. مبين لك العماش؟ على انت ملي كنوض في الصباح كيكون فيك العماش. يلا بسم الله. شوفوا دابا غنفتح معاكم هادشي اللي وصلنا. من بعد ما فطرنا غنفتحوا هادشي هذا. ولكن هادشي على غير هو يصلي يلاه هو يصلي يلاه صحة وسلامة بسم الله. أنا اللي الكلموس هذاك ها هو شوف شوف ضروا فينا حدا بابا وفتحوا باش تبانوا كاملين ما ثلاثة جوج واحد يلا دابا بسم الله دابا عندهم فتحوا معاكم شوفوا شنو تنشوفوا نشوفوا دابا شنو هنا بسم الله على بركة الله يلا واحد جوج ثلاثة بالصحة بالصحة يعطيكم الصحة كيف جاتكم هادشي كيف جاكم أخيرا الدرع الذهبي بالصحة شوف راه حيدوا ديك الميكا ويصال ما شاء الله اخيرا وصلنا الدرع الذهبي ديال المليون شوفوا تبارك الله شوفوا هنا شنو مكتوب وصال عالي الدرع ديال المليون مشترك عمي دابا شي تشوفوا شوف الوالد هذا الشيء كيف جاك هادشي الوالد او واحد هادشي هذا الله يرضى عليك هادشي هذا جبتو الشهادة عقل المشاهدين الله يرضى عليكم لأن هادشي الفضل ديالهم هو اللي وصلونا المشاهدين هاد الشهادة كامل بالفضل ديالكم الله تعالى وتبارك حتى انتوما يوصلكم ديك الشيء اللي بغيتو ان شاء الله الى طريق الجنة ان شاء الله الله تعالى وتبارك يعاونكم ويفتح لكم ابواب الخيرات والسعادة والنصر ويرزقكم الله تعالى وتبارك بولادكم عا حتى هما بالنجاح ان شاء الله سير ما شوف ايوا ولادي بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله الريح والسلامه وانتم المشاهدين الله يكثر خيركم انتم اللي وصلتوهم لهالدرجه الله يوقف معكم والله الا حقكم شي في النيه ديالكم اولادي حتى انتم الله يعاونكم الله تعالى وتبارك يعاونكم
ويبلغكم انتم مثل هالدرجه ان شاء الله يا ربي كنطلبكم حتى انتم يفرحكم ربي ويفرحكم وليداتكم. المهم شوفوا هنايا معانا شوفوا هنا يعني زعما بحال شي برقيه هذه. المهم انا كنطرف داك الشيء باللونجلي انتم عارفين زعما شكرا لكم وهذا وعلى المحتوى اللي وصلتوا معنا لهذا الشيء هذا. المهم سبحان الله كنا كنتمناو غير بالدرع الفضي وما كناش زعما عندنا الحلم بان يوصل الدرع الذهبي. في البداية كنت كتوقع نصف هذه أول قناة جبلية اللي كتوصل للدرع الذهبي. ومهم شكرا لكم بزاف بزاف اللي حطيكم. لا شدات شوفوا هنا كيقول لك زعما شنو كيجي الأول. هنا كيجي الأول الدرع الفضي اللي هو هذا اللي على اليمين اللي كتشوفوه. من بعد كيجي الدرع الذهبي هو الثاني. من بعد الثالث كيجي الدرع الماسي اللي كتشوفوا على الشكل هو السفلاني ها هو هذاك إن شاء الله عاود نزيدو ليلو. صباح حبيبي كتبوا فيه حبيباتي. خلي كتبوا فيه حبيباتي. شعر مروة. واعر كل هذا عزيز علينا بزاف. شكرا لكم حبيباتي. شكرا لكم حبيباتي. بلا بيكم ما كناش نوصلوا حتى لهاد الدرجة وان شاء الله نوصلوا للدرع الماسي. الدرع الماسي انا فرحانة بزاف حيتاش كلكم تضامنتوا معانا مع وصال وعالي وطلعتونا لهذا المستوى اللي ما كناش كنحلموا به. حنا كنا كنحلموا غير الدرع الصغير صدقنا الدرع الذهبي ان شاء الله الدرع الماسي. مرضى عليك يا بنتي. هذا بقى أنا. شوف يا بنتي عاود تنتي لا واعر واعر ان شاء الله كيما فخامه وداك الشيء. فخامه. هادشي كامل صراحه بالفضل ديالكم المشاهدين. بلا بكم ما كناش نوصلوا لهذا النيفو هذا. وحنا صراحه في الاول كنا كنحلموا بشي حاجه بسيطه على الدرع الفضي. ساعة وصلنا للدرع الذهبي وان شاء الله نزيدو ما اكثر من الدرع الماسي ان شاء الله حتى شي حاجه مستحيله والفضل ديالكم وصافي والله يا ربي يا ربي تجيكم شي فرصه بحال هذه وانتم عاود تزيدوا القدام ان شاء الله. عائشه خليو عائشه عاود تشوف مع راسها مزيان كيفاش كي عائشه الديره واعر بصحتكم والخنوينز. دايما غنشوفوكم وشكرا على الدعم ديالكم مع حبيبو. الى دا حبيبو راح دينا احنا وشكرا لكم. لا لا دا تاويصل ماشي انا رحنا بالعائلة الازرق. بسم الله خليوني انا هذه نكتشف. انا دابا خصيتي في الدرع. انا دابا عاد نكتشف هذا الشيء هذايا ولا تيخرجوا بعدا من هذا الكرتون. لا تي هذا غير تقيل. بداية تسناو علي فوق عمشي بيع الدرع الذهبي وقسموه معاكم. نديوه هنا امالنا نديوه هنا عبر ونشوفوا شحال في هذا الكيلو وشحال غيجيب لنا هذه الفلوس ونقسموا مع بعضياتنا لان احنا شاركين في هذا ماشي عادي لنا ديالنا وديالكم. ماشي الشرفين اسيدي والله مع بارك الله الله يعاوني. ما شاء الله والله الا كنت كان جميع اولادي والله الا حقني والله الا كنت كنحلم فوقاش نوصلوا زعما لهذا المليون. الحمد لله وهادشي طلعت من فضلكم. كنا فوقاش كنتسناو زعما وصلنا هاد الدرع واخيرا وصلنا وحنا فرحانين جد 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 سعداء فرحانين واحد الفرحه لا توصف الله. لان اي واحد كيطمح يوصل لهذه المرتبه هذه ويوصلوا بحال هذه الجائزه هذه من عند اليوتيوب لانه واحد الجائزه اللي مشرفه بزاف. وشكرا لكم بزاف ربي يحفظكم. اي حتى شي حاجه ما مستحيله الانسان فاش يدخل لواحد الحاجه يتكل على الله ويامن براسو يثق في نفسه ويثق باللي كاين واحد الناس اللي تابعاه اللي ندعمه معاه في السراء والضراء. شكرا لكم اخوتي ربي يحفظكم ويسهل عليكم. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. عمتك عزيزه جات الحمد لله والله العظيم هذا الشيء فخامه ما شاء الله. حبيب المجهود ديالك تينا مرات حبيبو كامل مجموع تما. وحنا ما رؤيتهاش حبيباتي وحنا
لا تانتوما مشاركين معانا تانتوما مشاركين دابا هي الشركه الكبيره عندها معكم يلا عملنا واحد الصويره باش براو يوصل من هنا تانتوما وانا من هنا وانا هنا في الوسط صافي خلي فيديو خلي فيديو كنسكرينيو منه الصوره خصنا نضلو من هنا ماشي غادي يجي مقطع كيف خلي كيعيسوا راسه والله حتى مولاي والله تعالى يزيدكم والله يزاهدكم الفضيل والله يزيدكم من فضله اجي جيتي مع الجائزه شنو الهديه هذه كصح لاباس ولاخر مزيان الله يرضى عليك الله يرضى عليك في صالح مبروك الله يبارك اختي مبروك الله يبارك ان شاء الله امين يا ربي الله يلا فرحت فرحت بزاف حبيبه ديالي اميره ديالي مريم والصحه عقبالي الا خدمتي الحبيب ديالي الصحه والراحه الحبيب الله يعطيك الصحه خير عقبالي بكره هنا شي من هاين ان شاء الله علاش لا كل شيء ممكن خصها الصبر كل شيء قريب عند الصحه تاعك الصحه الصحه والصبر كل شيء الانسان يوصل له حتى حاجه ما هي صعيبه حبيبه ديالي كيصبح تيما لاباس بخير صحه لاباس الحمد لله مزيانه شويه الحمد لله رحمه الله تبارك الله يا مروه يا مروه حبيبه ديالي يا مروه حبيباتي يا حبيباتي انت شحال تضعوا لنا كاينه لا كاينه مبروك اخاي والف مبروك الحبيب ديالي يستاهل كل الخير على البساطه وعلى المحبه ديالك الوالديك والخوتك والاصدقاء كلهم وعلى الخير اللي كتعمل صراحه بالله الله يبارك الخير اللي كيعمل خلينا مقبلتي الكاميرا وما التصوير وما هذه راه اللي مورا الكاميرا الخير اللي كيعمل مورا الكاميرا راها كبير 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 الحمد لله وما كيبغيش يقولوا ولكن اسمح لي الا قلت انايا الحمد لله الله يسهل عليه يا ربي والخير معنا حنايا عاود حنا الاولين واختي ويصال الله يكمل عليها بالخير الله يسهل عليها يا ربي يستاهل كل خير الله الا ما شفتو خاطر باقي شفتو راحت فرحت يمشي له يدها دابا كيفاش جاك طمنا كيفاش جاك الدعاء هذه واعر واعر ويصالوا علي بالعربيه ويصالوا علي بالفرنسي ولي وتعاود هذه اليوتيوب اول ما صايب الفرح هذا داري فرحانه به يكون شي وليد موراه ان شاء الله ان شاء الله حنا والله الا فرحانين بك شي الله انا نقول شي سحر عربي يا ربي عيطي النيه وعلى الايتام في النيه ديالو ترزاقوا صافي ان يعلم الناس احنا هذا عرفنا احنا يعلم الله انه عرفتوا يكون خيرا يوتيكم خيرا هذا الصباح باقي ناعس التليفون كيصوني طلع لي النمره الجديده من هنا المرجيده اول مره كتصوني عليا السلام عليكم وعليكم السلام قال لي واش انت فلان جبنا لكم واحد الجائزه من اليوتيوب راه وصلكم واحد الجائزه من الميريكان اولن اولن اوكي قلت والله الا خرج ما قلتي زوجي قلنا عسى يطلع براكه قلت لي قلنا عسى قال لي عسى قلت له جمع راسه جمع قلت له قلت له قلت له راه الدرع جا وقال لي ما الجائزه من اليوتيوب عرفت الدرع الذهب قلت له نوض 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 قلت له انا ما قصدتش تزوجي قلت له خليك ديك العلاج ديالك عان وعمل لي واحد اللقطه ماشي نسلمو نشبروا والله الا ما عندناش الحفله لا كاين شي احسن من هادو فرحه من هادي الحفله هادي كل شيء الحفله الحفله الجنس الجاني احنا نقارنوا بالحفله ان شاء الله عليكم خلطه الحفله بساعتين كنا نكونوا مجموعين كاملين ساعتين نعدلوا حفله هيدا وحفله هيدا وحفله تا هو ندخلوا تما في الحفله ان شاء الله نحاولوا نخططوا في الحفله ونشوفوا العائله كاملين وكل شيء الله يجي لها يا بنت الله واعر الصراحه فاش كتشبروا كتحس واحد الاحساس فاش كنخدم كنقول خدمت وضربت تماره ولقيت صعوبات ولقيت شحال ديال المهم ديال الطريق ما نخرج منه ما نخرجش وشحال ديال السلبي وشحال ديال الايجابي الحمد لله ما كنوصل لهذا كنقول الحمد لله والله الا حاجه كتوقع في الحياه عادي كنقول كنجي واحد المرحله وكنقول كنسى كل شيء شنو هذا باش تكونوا عارفين هذا كبير على الفضل اللي عندنا انا كان كاين صحاب لي قدوا ساعة فاش سلمت الكرطونة ديالو هذا قلت هذا كبير لا هذا كبير عليا احنا وصلنا للدعاء الذهبي واش اللي بغيت ها هو الذهبي دابا انتم المشاهدين ديالنا سلم عليا سلم
شكرا لكم بزاف من القلب. اش بعدا واش ملي بديتوا معانا في المشوار ديالنا كنتوا كتقولوا غنوصلوا للمليون ويوصلنا الدرع الذهبي؟ مستعد تحت لكم كما كيقول وانت دابا عاوتاني ثقوا فينا وثقوا براسكم باش نوصلوا مره عاود للمسي. انا كنشكر عاود المشاهدين اللي جاوا عندي من عند خي علي واختي ويصال وصلوني ل 150 ك. شكرا بزاف الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير. وصلك الدرع ديالي انا باقا ما طلبتوش هو 15 كيوصل. باقي ما عملتلوش الطالب. باقي ما عملتلوش الطالب. ودابا عاد 150 الله يعين. هذه دابا اي خفي يمشي يطلبوه قال لي ما نعرف قال لي تيجي حبيبه نمشي نضرب على شي حاجه ولا لا ساهل والله انا شوف انا علاش تعطل لي انا ما طلبتوش حتى هما صيفطوا لي ميساج. حنا صيفطنا ولكن هي الطريقه باش تطلبوا ساهله لان انا الفضي انا اللي كنت طلبت وانا اللي كنت تواصلت معاهم صيفطت لهم ميساج هضروا معايا وصيفطوا لي واحد الكود به باش عملت به الطلب تصوروا دابا صافي نسيت ومن بالي ما ديتش بالي خصني نطلب الدرع الذهبي لان انتم عارفين تشوفوا واش وصلنا للمليون وبقينا فوتناه ورحنا ماشيين تبارك الله وما عملتش الطالب هذه دابا شي 15 يوم ولا 20 يوم فاش صيفطوا لي هما ميساج قالوا لي باللي خاصك ضروري تطلب الجائزه ديالك الدرع الذهبي صافي دخلت لهم ديك الكود وهذا رجعوا عليا قالوا لي صافي قالوا لهم هنا واحد المده جوج سيمانات ثلاثه غيوصلك داكشي اللي كان دابا شي 15 يوم هما كيساعدوا الصراحه فاش كيشوفوا الانسان طالع ومحبوب والمحتوى مزيان محتوى نقي وهذيك حتى هما الصراحه فاش كيوصلوا هما كاين واحد الشركه مغربيه في كازا كيصيفطوا لديك الشركه هذيك ماشي كيصيفطوا للبريد باش يكونوا عارفين كيصيفطوا لديك الشركه كيصيفطوا عن طريق ديك الشركه وديك الشركه تواصلوا معايا اللي في كازا فاش وصلوا صيفطوا لي ميساج في الجيميل قالوا لي راه الجائزه ديالك قريبه توصل صيفط لنا لهذا الكارت ناسيونال صوروا صيفط لنا رد علينا في الجيميل باش نمشيو نفكوه من الجمارك لان كيدخل عن طريق الجمارك انتم عارفين صيفط لهم الكارت ناسيونال ديالي صورته من هنا ومن هنا وشنو كيعطيوها للجمارك كيتاكدوا باللي داكشي اللي العنوان وكلشي فيه مسجل كيجي هو كلشي فيه مسجل كيجبروا داكشي في اعلان صحيح ديالي صافي كيعطيوها لهم اللي كيعطيوها لهم كيصيفطوه في الامانه نيشان العنوان للدار حتى هي عندها حقها هي ديك الحبيبات حنا قلنا قلتوها من لهم بحال كسب كيعملوا من لهم البارح قال خصني نصرف قلت لها شري شي صروال زعما بحال اللي لابسه انت طوب واللي كيجيو لاصقين قالت لي انا قالت لي انا ماشي مريولين قلت له فهمني شنو هالمريوله قلت انا من تما عرفتش المريوله قالت المريولين هما هذوك اللي كيبانوا في التيك توك كيشطحوا على الشعبي وكيعملوا الشعر قلت لها انا خصني الصروال واسعه قلت لها زين نجيبوا الصروال واسعه شكرا اخوتي بزاف ربي يسهل عليكم الله يحفظكم وحنا فرحانين والله الا واحد فرحه لا توصف فرحه انتم الله يفرحكم اخوتي انتم واش كتمنوا في الحياه الله يعاونكم